الدخول الجامعي والنقابات. سيد الوزير الأسبوع اللي فات كان حاضرا في هذه الندوة الصحفية السيد الشطيوي وزير التعليم العالي، وتناول مختلف القضايا سواء تلك المرتبطة بموضوع يعني الحوار مع النقابات أو الشق المرتبط بطلبة أوكرانيا. سيد الوزير أكد على أن الحوار يتقدم مع النقابات المعنية، وبأنه واثق أو متفائل بشأن مخرجات هذا الحوار في الأيام المقبلة.